كشف عمار المالك المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد عن وجود مشاورات حاليا مع عدد من الشركات التقنية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى حاضنات أعمال دولة لدخول المدينة من ضمنها حاضنة أعمال هندية خلال العام المقبل. نعم، المالك أشار إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن الدور المتعاظم للتقنية في التعافي والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، متوقعا حصول طفرة في النمو على الخدمات التقنية تصل إلى نحو 300%، وذلك خلال الفترة المقبلة. نعم، من أمام منصة مدينة دبي للإنترنت معنا عيسى خوري مرة أخرى، تفضل إليك الخط يا عيسى. نعم زملائي بالاستديو، نحن مستمرين في تغطيتنا المباشرة لفعاليات معرض جايتكس 2020. الجميع يعلم أهمية التكنولوجيا خاصة في ظل الجائحة التي اجتاحت دول العالم، ألا وهي جائحة كوفيد-19. اليوم نحن موجودين في أمام منصة مدينة دبي للإنترنت التي كان لها فعلا دور كبير في مدينة دبي في دعم شركائها المختلفين فيما يخص في دعم التكنولوجي. للحديث أكثر في هذا الجانب يسعدني أن أرحب بالسيد عمار المالك مدير عام مدينة دبي للإنترنت. نصبح عليك بالنور وسرور أخوي عمار. مرحبا وسهلا، صباح الخير. كلنا نعرف أن جائحة كورونا فعلا احتاجت وقوف التكنولوجيا حتى فعلا الجميع تصل له المعلومة، الجميع يمارس أعماله اليومية، الشركات لا تقف أو لا تتوقف، أو يعني كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل التكنولوجيا التي كانت لحكومتنا الرشيدة الفضل في توجه إلى أن تطوير هذه التكنولوجيا بما يخدم البشرية وإسعاد المتعاملين. نتحدث في هذا الجانب أكثر أخوي عمار عن أهمية التكنولوجيا في ظل جائحة كوفيد-19. شكرا. أول شيء نظرة سمو الشيخ محمد بن راشد من 20 سنة في جعل مدينة دبي ومدينة دبي الإنترنت مركز للتكنولوجيا، نشوف ثمارها اليوم. فاليوم التكنولوجيا تلعب دور مهم وأساسي للاقتصاد الرقمي واستدامة الاقتصاد. الشركات العالمية اللي اتخذت مقرها في دبي الإنترنت اليوم تخدم المدينة ككل والمنطقة ككل وجعلها مستدامة في هذه الجائحة، سواء كانت مدارس أو جامعات أو مراكز أعمال شغالين في هذه الجائحة. فنشوف شركات مثل شركات فيزا وماستر كارد اللي توفر الدفعات الرقمية وحلولها موجودة في دبي الإنترنت وما تأخذ دبي مقر لها، أمثلة ثانية كجوجل وفيسبوك والشركات الثانية لجعل الأخبار والمعلومات هاي توصل صحيحة للأشخاص اللي يطلبونها. فمدينة دبي للإنترنت من عقب 20 سنة شفناها اليوم تلعب دور أساسي من جذب الشركات العالمية وتتخذ مقرها الإقليمي هنا في دبي، إلى شركات الناشئة كذلك اللي اتخذت دبي للإنترنت لها، كمثال سوق دوت كوم اللي أخذتها أمازون وكريم اللي اليوم تساعد التوصيل في وقت الجائحة، وشركات ثانية شفناها في وقت الجائحة كذلك مثل بيوتد وبزل اللي أخذت صفقات بالمليار مثلا، وشركات اللي طلعت في ناس داك مثل يلا جروب اللي أعلن عنها سمو الشيخ محمد راشد. فهذه التكنولوجيا يوم بعد يوم ياسين نشوف أنها تلعب دور أساسي في الاقتصاد الرقمي. وقبل إذا كنا نفكر أن نبغي التحول الرقمي يصير في 5 سنين أو 10 سنين، اليوم لازم يصير في خلال سنة أو سنتين أو أقل، لم يعد خيارا للشركات التحول الرقمي. فهذا اللي نشوفه نحن كمدينة دبي للإنترنت، ونتوقع إن شاء الله 2021 أن نشوف التحول الرقمي يزيد في البلد ونشوف التكنولوجيا تلعب دور أهم، ومتفائلين بالخير إن شاء الله في سنة 2021. كل التوفيق لكم أخوي عمار وشكرا جزيلا على هذه المقابلة. فعلا التكنولوجيا اليوم أثبتت وجودها في ظل هذه الجائحة. نعم تلعب دور مهم أخوي، لأن حتى الأشياء البسيطة كمثال شركات مثل أمازون اللي توصل تعمل التوصيل والأشياء الشوبينج العادية اللي تعملها كل يوم، بدون هاي الشركات وبدون هاي التكنولوجيا ما قدرنا حتى نعملها بدون هاي دعم الشركات هذه. فنعم التكنولوجيا تلعب دور مهم وبتلعب دور أهم في المستقبل القريب إن شاء الله. كل شكر لك زملائي بالاستديو، فعلا أهمية التكنولوجيا تبرز في كل المواقف وفي كل الميادين، وربما فعلا في ظل هذه الجائحة أثبتت دبي قدرتها على مواكبة كل التطورات سواء كانت إيجابية أو حتى سلبية.
هذه تغطيتي في هذه اللحظات. عودة إليكم للاستديو.